أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا هذه جماعة الخير اللي دارت هذا الشيء، وكنشكروا كلهم اللي جعل الله الله يحفظهم ويحفظ وليداتهم ويحفظ ذرياتهم جميع ويحفظ وليداتنا وليد المسلمين جميع. اللهم يا ربي توفقهم للخير وتعينهم عليه، اللهم اجعلهم نورا في وسجرارا ما ينقفهم لا برد ولا خسارة. الله يثبت عملنا وعملهم، الله يثبت عملنا مع الله تعالى وتبارك. اللهم ينجيهم ويسجيهم ويحيد البلاء عليهم ويكثر خيرهم ويزيد في ايامهم، والله ينصر سيدنا نصرا عزيزا. بداية نرحب بالإخوان أعضاء جمعية الخير على هذه المبادرة الطيبة التي يقومون بها، والتي لا تتمثل فقط في تسجير واجهة هذا المسجد، بل هذه المبادرة تابعناها تشمل تقريبا كافة أحياء المدينة ومؤسسات المدينة. هذه مبادرة نسجلها بارتياح، ونتمنى أن يحذو حذوها جمعية أخرى. قلت أنه الآن اليوم كان العمل اللي عرفها المسجد ديالنا، غادي نحاول نسردها في بإيجاز، تمثلت في إصلاح السطح ديال المسجد اللي كان كيمثل واحد الخطورة على المسجد، وطلب منا مجهود كبير ونفقات كبيرة. والحمد لله بعون الله وبعون إخواننا خارج الوطن وداخل الوطن استطعنا أن نتجاوز هذه المعضلة، وأصلحنا السقف بواحد الشكل جيد عن طريق مقاول اختصاصي. هذه العملية التي ستمكننا إن شاء الله بالعيش في أمان لمدة واحد على الأقل واحد 15-20 سنة. مباشرة بعد انتهاء العمل من السطح انتقلنا إلى داخل المسجد، حيث درنا زارة جديدة بفضل ذاك المندوبية السامية ديال الشؤون الدينية، وصبغنا المسجد من الداخل وصلحنا النوافذ. كذلك مباشرة بعد ما انتهينا من هذه العملية انتقلنا إلى خارج المسجد، وربما اللي شاهد المسجد قديما ويشاهده حاليا سيقف على سيسجل ذاك إيجابية العمل الذي قمنا به، والذي يتمثل في طلاء المسجد بشكل بواحد الشكل اللي غادي يضمن البقاء ديال هذا النوع من الصباغة لمدة طويلة جدا، وما غاديش تكلفنا نفقات أخرى. كذلك الأرصفة ديال المسجد كان فيها بعض الأشجار اللي كتأثر على الزليج وكتطلعوا على الأرض، الحمد لله استطعنا حتى هي بدورها إعادة ترميمها وإعادة تبليطها من جديد بشكل يناسب المسجد. والآن فكرنا في واحد القضية، وهو اختيار أشجار مناسبة باش ما ديرناش نفس المشكل اللي كان كيدير. والآن الجمعية آلت على نفسها إلا أن تشاركنا في هذا العمل، وجاءت اليوم لي بأشجار يعني اختيرت بعناية، وهي مثلا الفوكس اللبناني، واحد النوع ديال الشجر كيبقى مخضر دائما وما كيطلقش الأوساخ، وثانيا ما كيعطيش دوك العروق اللي كيمكن تفجر من جديد الرصيف. نحن باسم جمعية وباسم كافة محسني هذا المسجد نتوجه لها بالشكر الجزيل، ونشجعها على هذا العمل، ونتمنى لها كل الخير. اليوم كنتواجدوا في مسجد الحسن الثاني بحي البام، ومن اجل غرس بعض الاشجار تقريبا واحد 11 شجرة من مساهمة من المحسنين، ومجموعة الخير دائما حاضرة في كل مكان. وبهذه المناسبة كنحيوا المجموعة وكنطلبوا من الإخوان باش يساهموا في هذا غرس الأشجار، وبغينا إن شاء الله ردوا هذه المدينة إن شاء الله خضراء. وكما كتشوفوا بعض المدارس اللي هنا في زيو مثلا، عدد من المدارس اللي غرسنا فيها بعض الأشجار، والحمد لله كاين واحد الناس بالنسبة للمساهمة وبالنسبة للإخوان من داخل الوطن ومن خارج الوطن كيساهموا في هذا الخير. المبادرة ديال جمعية الخير كنشكرهم بزاف، ونشكروا زيو سيتي على هذا الوقوف اللي واقفين في هذا
الاشجار ولا كل شيء زعما الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم. ومزيان فيهم حماس ديال المدينه ديالهم باش كل المدينه نقيه وتكون مشجره وتكون نطلبوا رب العالمين الله يعاونهم على هذا الخير اللي كيديروه. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم. ندعو مع المحسنين كيديروا المجهود بزاف ونطلبوا رب العالمين يبارك لهم ان شاء الله. وهذا الشيء هذا كيفرح كيعانيوا بزاف في هذا الشيء هذا. السي مصطفى والسي ناصر تبارك الله كيديروا المجهود في الجوامع في المدارس. انا كنبيع هذا الشيء هذا عندي في مع الطريق بركان في الخرجه ديال زيو، ولكن كيديروا المجهود واحد المجهود كبير ونطلبوا معاهم ان شاء الله واحد الخير كبير. وكيعانيوا راه مده هذه شهر باش دوماندوا هذه الشجرات شي حاجه كاليتي ماشي شي حاجه واعره، حاجه مزيانه. كاين الحوايج اخرين ولكن بغاو يديروا شي حاجه مليحه للجماعة بيت الله ونطلبوا معاهم ربي العالمين ان شاء الله يجازيهم ويخلصهم ويعطيهم شي بركه شي صحه والحمد لله. بهذه المناسبه كنشكروا الحاج عزيز في نوي بزاف حيت دار معنا واحد المجهود كبار المجهود كبير من بدينا الحمله ديال التشجير وشهر 9 يعني كيدير لنا اثمنه جد جد مناسبه، كيدير لنا تخفيضات ديال حتى 50-60%. علاش؟ لانه انسان كيبغي الخير خصوصا بانه كيسمع هذا الشيء غادي يدار في المدارس ولا في المساجد ولا في السفح ديال جبل زيو. لهذا كندعي ابناء وبنات زيو داخل وخارج ارض الوطن اللي بغى يشري الورود الزهور اللي عنده الفلاحه ديالو الزيتون الليمون البرتقال اي حاجه يتعامل مع السي عزيز في نوي. راه قدام القنطره مين كنكونوا غاديين المحطه ديال افريقيا راه هو الاول على اليسار. سمولوا على السي عزيز الحاج عزيز في نوي راه عنده اي حاجه حتى الاثمنه غادي يدير لكم مزيان. وهذا الشخص يستاهل كل خير لحقاش وقف معنا واحد الوقفه كبيره في هذه الحمله ديال التشهير وكيتساعد معنا لا في الاثمنه لا في كل شيء. وكما كتشوفوا اليوم هذه الحمله امام مسجد سيدي امام مسجد بام مسجد الحسن الثاني. تحياتي للجميع.